السلام عليكم، معكم الدكتور هلال. يا رب تكونوا جميعا في أحسن صحة وأسعد حال، وصباح الخير للناس اللي الدنيا عندها صبح، ومساء الخير للناس اللي الدنيا عندها ليل. بكمل مشوار الإجابة أو الرد على أسئلة المتابعين على الموقع بتاعي arafili.com. الموقع للي معرفش هو www.arafili.com. ممكن تحط السؤال، نعيد معلش بعيد للناس اللي متعرفش، ممكن تحط السؤال تحت الموضوع المقال المناسب في الموقع أو في تشات على الموقع. تقدر تضغط على أيقونة تشات كده لونها أزرق موجودة أسفل الموقع على إيدك اليمين، وتعمل رسالة زي ما بتعمل على الواتساب. وفي الطريقة الثالثة إن أنت تتواصل على طول مباشرة على الواتساب. جميع هذه الطرق مجانا، وإن شاء الله تبقى مجانا على طول. نبتدي نتوكل على الله ونشوف السؤالين ثلاثة اللي جم على الموقع خلال اليوم ونرد عليهم إن شاء الله. نبتدي بمين؟ الموقع زي ما انتم شايفينه كده قدامكم. نبتدي حسب أو حسب تاريخ النزول اللي سؤاله جه الأول. إسلام، عندنا إسلام أهو بيسأل عن انه عملت اختبار الاجسام المضاده للايدز بعد 10 شهور من اخر علاقه والنتيجه سلبيه، الحمد لله يا سيدي، بس التقرير بتاع المعمل مكتوب فيه اتش اي في انتي بودي فقط ولم يحدد النوع الاول ام الثاني. طيب التحليل مكتوب لك اتش اي في انتي بودي، غالبا بيتبقى النوعين اتش اي في 1 اند 2 اللي هو الجيل الثالث، ده تقريبا التحليل اللي مشهور حاليا وموجود في كل المختبرات. فطلع نتيجه سلبي، خلاص الف مبروك. و10 شهور دي فتره كافيه جدا جدا، احنا بنقول بنتكلم في 3 شهور 90 يوم، فانت 10 شهور خلاص، بس المهم تاخد بالك انك ما تتعرضش للعدوى مره اخرى. السؤال اللي بعد كده واحد اسمه جون. جون بيقول ايه؟ بيقول عملت علاقه، اقروا بقى الكلام. المهم اتعرض للعدوى، خلاصه الكلام بتاعه انه اتعرض للعدوى، عمل تحليل اتش سي في بتاع السي بتاع الفيروس سي، واتش بي في بتاع الكبد الوبائي بي، يعني عمل للسي فيروس سي والكبد الوبائي بي والاتش اي في الايدز، وطلع كله سلبي. عملت تحليل اجسام مضاده في مختبر بعد 95 يوم طلع سلبي. طيب كويس، والان بعد سنه واربع شهور وبقالي شهرين بتجيلي حالات اسهال كل اسبوع تقريبا، يعني بيجي له اسهال كل اسبوع الراجل، فالان بيقول اعمل تحليل تاني ولا اعمل ايه؟ الاجابه مش محتاج تعمل تحليل تاني، خلاص انت عملت تحاليل وكلها سلبي، مش محتاج تعمل اي تحليل تاني بخصوص هذه الفيروسات، ماشي؟ طيب مشكلة الاسهال اللي عندك اللي بقالها شهرين ليها اسباب كتيرة الاسهال، فالمطلوب منك ان انت تعمل تحليل براس شامل، ممكن التحليل يبين لك سبب ما، او ممكن تكشف طبعا عند طبيب باطنية هيرشدك ان انت تعمل ايه ويديك علاج. وغير كده وكده اذا ما كنتش عايز تدوخ نفسك خد علاج للاسهال، وتغير نظام اكلك، في اكلات معينه او عادات معينه في الاكل بتسبب الاسهال، فغير نظام اكلك، خد حبوب اللي بتقلل او بتمنع حدوث الاسهال، ماشي؟ انت لو ذاكر اعراض تفصيليه اكتر، يعني اسهال، هل في وجع، هل في مخاط، الحاجات دي كلها فين تحليل البراز، يمكن كانت اجابتي كانت تبقى محدده اكتر، مما لان كده انا جبت عامه، فان شاء الله ربنا ييسر لك الحل وتعرف السبب وتعالج الاسهال باذن الله تعالى. في ايه تاني؟ في التشات اللي انا بقول لكم عليه ده، اللي هو الايقونه اللي على الموقع اللي هي موجوده على ايدك اليمين تحت في اسفل الموقع، مش عارف مش ظاهره هنا ايه السبب، اهو ظاهرت اهي، بتضغط عليها بيفتح لك ديالوج بوكس، صندوق كده محاوره، بترد بتسأل سؤالك ونرد عليك ان شاء الله. نرجع على انا بقى الاسئله بتجيلي على الشات ده زي ما انتم شايفين كده وبرد عليكم، او في واحد مساعد اسمه احمد المساعد بيرد ان شاء الله عليك. حبيبنا ده كان بيسأل سؤال تقريبا عن الكبد الوبائي بي، عمل تحليل وقلنا له ابعت صور التحليل، بنخاف ان هو يكون كاتب كلامه غلط مش واضح، وبالتالي اجابتنا عليه ممكن تكون مش مظبوط. فالراجل بعت صور التحاليل، خلينا نفتح تحليل منهم كده ونشوف.
ادي تحليل اهو، عامل بقى هيباتيتس اس انتيجين ايجابي، وعامل المعدل بتاعه 3324 3324، ودي نسبه برضو، فالنتيجه بتاعتها ايجابي. بقيه الحاجات كلها سلبي، الاتش سي في والاتش اي في سلبي، والمضاد طبعا هيطلع سلبي، مضاد الاتش الكبد الوبائي بي هيطلع سلبي، لان المضاد ده بيظهر اللي هو بتاع الاتش بي اس، الاتش بي اس السطحي بيظهر فقط للناس اللي ما عندهمش الفيروس، لكن ده اخونا عنده الفيروس زي ما واضح من التحليل اهو. وبعدين عمل المضاد بتاع الاي فطالع ايجابي، وعامل المضاد بتاع السي النوع جي، يعني اللي هو الهيباتيتس بي كور انتي بودي النوع جي. النوع جي ده بيدل على انه عدوى قديمه، يعني مزمن. ما احنا قلنا في نوعين جي وام، جي وام، ام ده لو طلع الام هو الايجابي يبقى حاده، الحاله الحاده، انما هو طلع عنده الجي الايجابي وبالتالي هو في الوضع المزمن. اخونا ده المفروض ان هو قلنا له انه يروح يتابع مع، طبعا عنده كبد وبائي بي حسب التحليل، لازم يتابع مع اختصاص طبيب مختص، وان شاء الله اموره تبقى طيب. في ناس تانية بتسأل، بس احيانا كده بيبقى شو هذا التحليل، واحد هنا بعد تحليل مش عارف انتيجين، هو مكتوب انتيجين وانتيبودي، يعني هو بيسأل بيقول لي ايه التحليل ده. هو التحليل واضح بيقول انتيجين وانتيبودي، اللي هو الكومبو او الكومباينيشن ما بين انتيجين وانتيبودي، والنتيجة بتاعته نان رياكتيف. يلا احمد ربنا ويخلي بالك بعد كده. شو هذا التحليل؟ شو اسمه بالعربي؟ اسمه تحليل ايدز المضاد للاجسام المضاده والانتيجين، ده الاسم بالعربي. ننتقل لواحد تاني اهو، انا يعني قلنا نمر شويه على التشات، ولو ان انا ما بروحش على التشات كتير لان في المساعد هناك بيحولهم. بيقول تحليل الايدز اجسام مضاده بعد 90 يوم، هل هو قاطعي؟ طبعا قاطعي، لان احنا قلنا انه بيبقى قاطع الاجسام المضاده بعد 90 يوم. المشكلة عنده انه مع وجود كل اعراض الايدز، ما فيش حاجة اسمها اعراض الايدز، اسمها اعراض مشابهة لاعراض الايدز، ماشي؟ مع وجود كل اعراض الايدز من تضخم الغدد الليمفاوية وتقرحات وصداع، التحليل طلع سلبي، يبقى انت ما عندكش فيروس الايدز. الاعراض دي تشوفها ايه سببها وتعالجها، ركز في الاعراض وشوف اذا كانت مستمره يعني. وبعد كده في مين تاني؟ ده ما سالش، يا دوب حط الايميل بتاعه ومشي. بتجيله الناس اللي زي دي بتجيله رسائل اوتوماتيكيه، وده برضو رمى السلام، رمى السلام ومشي. في واحد تاني هنا بيسال برضو، بيقول لك والله زهقت من كتر ما حللتكم، الافضل تحليل البي سي ار ولا تحليل ان اي تي نات، يعني نيوكليك اسيد تيست، هو ار ان اي تيست يساوي ار ان اي تيست يساوي بي سي ار، فهو هو، في مفيش اختلاف يعني. بعد كده، السلام عليكم دكتور، عندي وجع شديد واتعالج سنه وما في نتيجه، شو اعمل؟ وجع شديد فين يا ابن الحلال؟ يعني اسئله مقتضبه جدا، يعني ما ايه يعني افرازات منين؟ افرازات ديت هو يمكن يقصد مع البول، نتوقع ان هو يقصد افرازات في البول، وجع بقى فين؟ يمكن يقصد في المجاري البوليه واثناء التبول، ده في الغالب طالما عندك افرازات في المجاري البوليه في الغالب هيكون سيلان، وتروح تكشف يا ابن الحلال وتاخد علاج للسيلان. في مين تاني؟ ده واحد برضو بيسال، بيقول واحد بيقول عندي احمرار في الورك، ويركو محمر جنب الخصي مباشرة، حلو أوي مباشرة بتاعت حضرتك دي، مباشرة وحكة شديدة، حكة شديدة في الخصية بسبب الألم، مش عارف إيه، من فترة زمنية يعني. المهم أول ظهور الأعراض ده حصل فترة قشرة على يا أخي، والله ما فاهم أنت بتقول ليه، لكن اللي أنا أقول لك عليه في احمرار في الفخذ عندك ومش عارف ايه، روح اعمل تحليل بول وتحليل سائل منوي، لو في حاجه، طالما في الم في الخصيه في احتمال ان يكون عندك التهاب في الابيديديمس البربخ، في احتمال يكون في التهاب في الخصيه، في احتمال يكون في التهاب في القضيب، تعمل تحليل بول ومني، ويا اما تبعت بعد كده صوره التحليل وتكتب لغه سليمه شويه عشان افهم انت بتقول ايه، أو تروح تكشف بقى عند دكتور وهو يديك العلاج إن شاء الله.
ده هيكون آخر سؤال بصراحة حبيت ده. واحد اهو برضو جه على ضرب التشات، نقر التشات، قالوا له حط الايميل بتاعك، راح حاطط الايميل، حاطط اهو صورة تحليل، عامله في النور، حط صورة التحليل ومشي. يعني نعمل ايه بالتحليل بتاعك؟ نفتحه ونشوف. نفتح التحليل بتاعك يا عم. هو اخونا ده اسمه رجب، سيمن اناليسيز، تحليل مني، ادي المعلومات بتاعته وشوفوها. هو مش حاطط سؤال بس، يبدو كده ايه الفوليوم نص ملي. طبعا الفوليوم نص ملي دي كمية صغيرة قوي، كمية صغيرة، المفروض ان الكمية تكون من 2 إلى 6. اللون طبيعي، كله طبيعي، ده طبيعي، الكلاين، فيسكوستي طبيعية. المهم العدد 46 مليون، ده عدد كويس، العدد كويس. فإذا اللي زي ده أنا أقول له عيد التحليل تاني، لأن نص مللي دي كمية قليلة قوي، بس العدد ما شاء الله كويس. معناها إنه يمكن غلطان في إنه لما خد العينة ما جابش كل الماني، جزء منه اترمى منه في وهو بيجيب العينة أو كده. فاللي زي ده بنوضح له إنه يعمل التحليل مرة تانية، يجيب العينة مرة تانية عشان نشوف الحجم، ونرشده نقول له تأكد ان كل الماني اللي انت بتنزله ينزل في العلبة الحاوية. ده اول حاجة. تاني حاجة، قبل ما تجيب الماني تتأكد ان انت ممتنع عن الجماع او العادة السرية لمدة 3 ايام عشان يبقى موجود عندك كمية من الماني كافية. لكن العدد بتاعه كويس ما فيهوش اي مشكلة، 46 مليون في الملي. طبعا في الكمية اللي هو جابها اللي هو نص ملي، النص في عنده شوية صديد 6 لـ 8، ممكن التهابات بسيطة أو ممكن مضاعفات سيلان. المعلومة التانية تقريبا كويسة. ده إيه ده؟ ده البروجريسيف 5%، 25، والله كل ده ممكن يكون كويس. التحليل بتاعه لو مشكلته الوحيدة إن الكمية قليلة، لو عمل التحليل مرة تانية وطلعت الكمية بتاعته كويسة، يعني مثلا لو جاب 2 ملي، شوفوا هو الملي في 46، يبقى لو جاب 2 ملي يبقى كام؟ حوالي 90 مليون، العدد كويس. عشان الوقت بس نسيبكم ونتوكل على الله، ونشوفكم ان شاء الله في فيديو قادم. ونذكركم مرة تانية ان افضل طريقة يا اخوانا للسؤال ان انت تخش على الموقع وتقرأ المقال الخاص بموضوعك او مشكلتك، وتحط سؤال تحت المقال. ده طريقة كسل او يعني مش عايز تقرأ، واضغط على الشات واسأل. ماشي، ونشوفكم ان شاء الله في فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.